ودرنا فيديو جديد، فيديو ديال اليوم غادي نشرح مع نصيحة استمرارية شباب ومشينا ساحة استمرارية. المهم أول حاجة الإخوان، عندنا إيميل مود باس، كتعاود مود باس ديالك هنا، مود باس الوضرا وكتكونفيرمي هل تحت. عندنا تيليجرام وكدري فيه إلا بطبيعة الحال. الناس اللي باغا تسجل برقم الهاتف نفس القضية، غادا دير غير هنا، غادير رمز رقم الهاتف ورمز الدولة اللي هو تختار الدولة ديالك أخويا فين كاينة فين نتايا، ودير الرمز ودخل النمرة. هنا اللغة نخليوها لونجلي، أنا عندي حساب في الموقع الشباب وغادي نديروه. الواجهة ديال الموقع اللي هي ديال الإخوان كيخصنا مينيمو، أنا نديبوزي وليا 8 دولار. الموقع ما تيعطينا حتى شي حاجة في الدخلة، زيرو. هنا عندنا واحد سبين، إلا وصلتي ل 38 دولار في الفران كيعطيك واحد سبين ابتداء من 1/8 حتى ما نعرف شحال، نور ما نطيح فيك 1/8 إلا جبتي دوك الدراري اللي خصهم يدخلو من عندك. كومباني بروفيل، داونلود ابليكاسيون ودرا وديبوزي. البالانس ديالنا اللي هو هذا. عندنا الفي اي بي، انا عندي في اي بي رقم واحد، كاين من في اي بي واحد حتى الفي اي بي اللي هو 10. النوتيفيكاسيون ديال لي ممبر اللي عندنا في الموقع. هنا عندنا سيبور اللي ولدك شي مشكل يمكنك تواصل مع سيبور. لي في اي بي اللي كاينين الدراري هما هادو كيف ما كتشوفوا. في اي بي رقم واحد كخصنا نديبوزي 8 دولار، في اي بي 2 38 دولار، في اي بي 338 كتورني 25. المهم الشباب ماشي نصيحة استثمارية في اي موقع تيتشرح. عندنا كومباني بروفيل اللي هو غادي نلقاو فيه جميع المعلومات على الموقع الشباب او ما نايا. المهم اول حاجة غادي نمشيو للديبوزيت، غنكوبيو الليان، غادي نمشيو عندنا الوالد، غادي نحطو هكا نباسيو الوالد عندنا هنا، نديرو نيكست، غادي نجيو نديرو 8 دولار، ندير لها دونت سنت. اوكي، من بعد غادي نرجعو للموقع وغادي نديرو روشارج كومبلي. من بعد غادي تجي تلقى في اي بي تشرا اوتوماتيك، غادي نبركو عليها الاخوان. غادي ندوزو التاسك اللي عندنا اللي هو غادي نخرجو منو 1.5. دابا غادي نمشيو للويدراو، غادي ندوزو نجيبو الوالت ديالنا، غادي نرجعو للموقع، غادي نحطو ادريس الوالت، وهنا غادي نديرو 1.5، وهنا باسورد ديالنا بطبيعة الحال، وغادي نديرو كونفيرم. الدراو ديالنا راه داز، نتسناو الدراو راه داز قبل ما نتسناو اصلا. وصلنا معايا، هيا سهلة، هيا 1.5 الشباب. دابا غادي ندوزو الدراو ما بيناش مزيان، المهم هيا 1.5 هي بينا. دابا غادي ندوزو نكملو الشرح ديالنا الاخوان في الموقع. عندنا هنايا لي تاسك اللي باقين ما دايزينش، لي تاسك اللي دوزنا دابا اللي هي واحد تاسك. عندنا التيم ديالنا اللي تكوبي الكود ولا الليان ديالك، الروشارج ديال التيم ديالك الاخوان اللي هي كيف ما كتشوفوا. عندنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 والديتايل ديال كل وحده. عندنا هنايا هنا لي في اي بي اللي كاينين شرحنا لكم قبيلات في الدخله. عندنا البروفيل ديالنا الشباب اللي فيه اكونت وفيه انفستمنت فينانس ريكورد withdraw deposits. اوكي، هادشي اللي كاين في هاد الشرح هذا الاخوان. خلاص انا تمودي في الباسورد ديال الدخله وديال withdraw. هادشي اللي كاين في هاد الشرح هذا، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو وناركم مبروك.